رشي الملح على المناديل وانت هتنبهري من النتيجة، بجد فكرة عبقرية هتحللك اكبر مشكلة بتواجهك في المطبخ. بس لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تكتبي لي بتتابعيني من انهي بلد، عشان ده بيساعدني جدا. اول فكرة عندنا هنا، هتسخني كده سكينة عندك قديمة في المطبخ وهتجيبيها، بعد ما تسخنيها هتجيبي لي علبة فاضية كده وهتبتدي تفتحي فيها ثقوب كده من فوق بالشكل اللي انت شايفاه دوت. هتعملي ايه بقى؟ هتحطي فيها شوية من الملح وبعد كده شوية من الدوني المعطر بتاع الملابس، اي نوع بقى معطر عندك، وهتحطيها كده وهتحطيها بقى عندك في الريسبشن، في التواليت، في المطبخ، في اي مكان بتحبي تفضلي ان هو يتعطر او دولاب الملابس. دي اول فكره معانا. بعد كده بقى بالورقه بتاعه المناديل المطبخ ما ترميهاش، لان ليها بجد فوائد كتير قوي وليها استخدامات عديده. النهارده بقى اول استخدام ليها، هتجيبي كده الشاحن بتاعك او الوصلات بتاعه اليو اس بي او المشترك او اي حاجه عندك بتاخد مكانه وتكركب الدرج وتقلب لك الدنيا، لميها كده بالشكل ده كده وابتدي لفيها بالشكل ده وابتدي نظمي الدرج عندك بقى. في كل وصله هتيجي تعوزيها هتطلعيها في منتهى السهوله، هتلمي لك بقى كل الوصلات دي كده بحاجه سهله جدا، بدل ما تبقى مقلوبه ومكركبه الدرج عندك وبتبقى واخده مكان وقلبه الدنيا. تعالي بقى نشوف هنعمل ازاي معطر حلو قوي وقوي جدا للملابس، للمفروشات، للستاير، للارضيات، للتواليت، لاي مكان عندك هتعطري بيه بجد بمكون سهل قوي موجود عندك في البيت. هتجيبي اي بخاخه عندك فاضيه كده، وهتجيبي بقى عندك القمع كده، وهتحطي لي قطع كده كبير من دوني الملابس، دوني الملابس المركز، وهتحطي عليه شويه من فريده اللي هو معطر الجو اصلا، ده اللي هو اساسي عندنا في كل بيت، هتحطي منه غطا كبير. بعد كده هتكملي بقى بقيه المعيار دوت، ميه عادي من الحنفيه خالص، مش هنضيف اي حاجه تاني. شايفه كده؟ كده عملتي اقوى معطر، بجد معطر حلو قوي، ممكن ترشي منه على الغسيل وهو متنشر كده، على الحبال وهو مبلول، او كمان ترشي منه في الشقه او الستاير او السجاد، ريحته قويه قوي، جربيها وهيوفر معاكي فلوس كتير. تعالي اقول لك بقى على طريقه حفظ الخيار لفتره اطول في التلاجة بدل ما يبوظ وانت بتبقي لسه جايباه، عايزاه يفضل اخضر لحد اخر واحده كده. هتجيبي ورقتين من مناديل المطبخ وهتبتدي تحطيهم كده في شنطه الخيار، وبعد كده هتقفلي عليهم خالص عادي جدا، وهيفضل بقى يحافظ عليه كده بالطريقه دي من غير ما يبوظ ولا اي حاجه لحد اخر خيار. بعد كده بقى تعالي اقول لك حطي المعجون على الليمون، بجد دي فكره حلوه قوي وروعه وجميله جدا. هتجيبي لي كده المعجون وهتحطي كده على نص ليمونه، هتحطي قطعه من المعجون صغيره كده على الليمونه زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك واحنا بنغسل الغسيل الابيض اوقات كده بنحس ان الغسيل الابيض مش منور معانا ولونه مطفي كده او مصفر شويه من العرق نتيجه الاشعه الشمس كمان بيغير لونه. هاتي كده نص ليمونه وحطي عليها حته من المعجون وابتدي بقى ارميها في الغساله وهي شغاله في دوره الابيض، هتفتحه وهتخلي لك ريحته جميله جدا. بعد كده الشوز بتاعنا، اولادنا لما بيخرجوا كده او بيروحوا مثلا المدرسه او اي حاجه وبيرجعوا ريحه الشوز كده مش حلوه خالص، وبيفضل في رجليهم ريحته طول النهار مش حلوه. اول ما يرجعوا كده حطي معلقه من الملح، الملح هنا بيمتص الروائح الكريهه وكمان بيمتص كمان اي ريحه عرق في الشوز، وكمان بيعقمه وبيطهره. فكره بقى ان احنا نرش الملح على المنديل، دي فكره بجد حلوه قوي. هتجيبي لي كده شويه ملح وترشيهم على المنديل بالشكل ده، وتعالي بقى اقول لك هتعملي ايه. الفكره دي بجد هتحل لك مشكله كبيره جدا بقى في التلاجة عندك وانت مش حاسه بيها ولا عارفاها. بصي كلنا بنعاني من الخضار بيبوظ بسرعه او الفاكهه او اي حاجه. هتجيبي ورقه منديل من المطبخ وتبتدي ترشي عليها كده نقط صغيره من الميه، وهتبتدي تصبي عليها شويه من الملح، حوالي معلقتين كبار من الملح الطعام بتاعنا العادي جدا. اول ما ترشيها عليه كده هتروحي بقى تحطها لي في درج التلاجة بتاع الخضار او الفواكه اللي هو في اسفل التلاجة تحت كده، هتحطيها على جنب، هتحافظ لك على الخضار لحد اخر حبة. لو عجبتك افكاري لايك وشير.